طبعا العطر هو من الأمور أو المفاتيح اللي من خلالها ممكن نعرف شخصية الفرد واهتماماته وطباعه، وصناعة العطور أيضا هي من الأمور اللي بتحتاج إلى حرفية وخبرة عالية ودقة في مزج المواد اللي بتدخل بصناعة العطور. صحيح، وضيفنا لليوم منير قرر يختص بمجال صناعة العطور ولكن عن طريق دراستها أكاديميا لحتى يصير عضو في نقابة العطارين الفرنسيين. صار معنا عبر الإنترنت من فرنسا سعد الله سعد، واهلا وسهلا فيك استاذ سعد. مساء الخيرات شام، مساء الخيرات منير، بتشكركم كثير على المقدمه الحلوه وعلى اهتمامكم لحتى تسلطوا الضوء على واحده من اهم المهن يلي كانت لوقت من الاوقات بالتاريخ القديم محصوره بس بطبقات النبيله مثل عند الفراعنه وعند الاشوريين وهيك. ف طبعا تطورت بفرنسا المهنة بشكل كتير كبير، وبسعدني اني اتعمق بهذا الموضوع معكم بهي المقابلة. هلا نحن اول شيء كتير فخورين بانه حدا من سوريا طبعا ابن البلد استطاع انه يثبت نفسه طبعا بالبيئة يلي صنعت العطور. حضرتك موجود بفرنسا المشهورة طبعا بصناعة العطور، قديه اليوم اضف لك هذا الشيء انك موجود بهي البيئة بموضوع خبرتك، موضوع فهمك لموضوع العطور أكاديميا أكثر؟ تمام. هلأ لحتى بس نفوت بهذا الموضوع بشكل عميق، أعمل مقدمة صغيرة عن أحد الناس يلي ألهموني بالنسبة لموضوع صناعة العطور. تمام. يلي هو العطار فرانسيس كيركيجان. فرانسيس كيركيجان هو من أصول فرنسية أرمنية، هو كان من الأوائل يلي درسوا بمعهد إيزيبيكا العالي للعطور بفيرساي اللي أسسته عائلة جيران المعروفة. فرانسيس كيركيجان بلش بالعام 1995 بهذا المعهد، لمس موهبته مصمم الأزياء الغني عن التعريف جان بول غوتيه، وكان هو من الأوائل يلي صمموا له العطر الأول يلي كلياتنا بنعرفه وحضرتكم أكيد بتعرفوه، يلي هو عطر لومال تبع جان بول غوتيه يلي بيجي بشكل علبة كونسيروا وموجود فيه جسم مانيكان. أطلقته للعالمية لفرانسيس كيركيجان. بعدين عمل مثل شراكة مع شخص آمن فيه لبناني اسمه مارك شعيا، أسسوا ميزون فرانسيس كيركيجان لعطور النيش يلي هلا يعتبر من أهم الميزونات بالعطور النيش بكبرى الجاليريات الفرنسية. بعدين لقى نجاح منقطع النظير مع شركة تاكازاغو وعمل عطور لشركة بيربري، وهلأ حاليا بعد مسيرة نجاح يعني امتدت على مدار خلينا نقول أكثر من 20 عام، هلأ تم تعيينه كبير عطارين شركة كريستيان ديور. فهذا كان أحد الملهمين الأساسيين لألي لحتى أنا أنطلق بهذا الشيء وتعمق في دراسته أكاديمياً وعلمياً بمعهد إيزيبيكا. ترشح بمسابقة بالعام 2019 بالجنوب الفرنسي بمدينة غراس عاصمة العطور، اشتركت بمسابقة كان في 200 متقدم تقريباً، كانت راعيتها قصر المؤتمرات مجلس الشيوخ الفرنسي ونوادي روتاري، وربحت فيها المركز الثالث. ما شاء الله. بعدين تم ترشيحي من قبل نقيب العطارين الفرنسيين بغراس ونقيبة العطارين الفرنسيين بباريس لحتى أصير عضو من نقابة العطارين. وهلا حاليا في باكورة أعمالي في رجل أعمال سوري بيشتغل بأحد الدول الخليجية، آمن فيني اتصل معي، وحاليا عم قوم بتحضير 3 عطور رح ينطلقوا بباريس بجاليري لافايت قريبا ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ سعد الله. يعني اكثر شيء ممكن لفتنا هو دراسه صناعه العطر اكاديميا، فهي خلينا نبدا بالحديث عن هذا الموضوع وكيف يعني دراسه العطر اكاديميا. هلا بيتم الخلط كثير ما بين مهنه بائع العطور الكوبي الموجود بالبلد وما بين العطار الاكاديمي. العطار الاكاديمي هو انسان دارس كيمياء اقل شيء سنتين لحتى يتعمق بالحلقات العطريه الكيميائيه يلي بيستخدمها بمخبره لحتى يركب العطور يلي انتم بتشتروها
اللي عم نحكي على العطور الاصليه، ما عم نحكي على العطور الكوبي اوريجينال اللي تنباع عند العطار، يعني عند بائعي العطور الكوبي. تمام. بالنسبه لهذا الموضوع، هو اذا بيحتاج لدراسه كيمياء لحتى تتعرف على حلقات عطريه مثل الالكينات، مثل الالدهيدات، لحتى تعرفي هي كيف بتتمازج بينات بعضها. وبيصيروا بيقولوا لك انه مثلا اذا كانت مثلا هي حلقات كيميائيه الدهيدات، فهي بيكون في لها الاثر لحتى تخلي العطر يصير يفوح، لانه الالدهيدات معروفه انه هي تستخدم ك بالهرم العطري. هي بتستخدم بما انك ذكرتها استاذ سعد الله، يعني احنا دائما بنسمع عن موضوع الهرم العطري، اليوم تحكي لنا اكثر عن هذا المصطلح، يعني ما المقصود بالهرم العطري؟ هلا بعد تجارب كثير كبيرة عملوها ببداية القرن العشرين، لاحظوا أنه المواد اللي موجودة بقاعدة الهرم هي بتساعد على ثبات العطر. طبعاً نحن لحتى نسهل اللغة للمتلقي، قاعدة العطر هي منقول مثلاً أنه فيه عنبر، فيه عود، فيه خشب، ولكن نحن بنستخدم مواد كيميائية مثل ما ذكرت لك. تمام. بس لحتى المتلقي ما يسمع أسماء غريبة عليه. تمام. يعني مثلاً في عندك الألديهيد C14، الألديهيد C18، في عندك السيتروكزينون، في عم بحكيك بلغة كيميائية. هاللغة الكيميائية نحن بنتخاطب فيها. هلأ قاعدة العطر غالباً بيكون فيها مواد بتساعد على أنه العطر يضل ثابت على الجلد، مثل العنبر، مثل العود، مثل الأخشاب، مثل الفانيليا، مثل المسك. تمام؟ هي بالنسبة للقاعدة. بالنسبة لقلب الهرم، هن عبارة عن مواد قد تكون من عائلة الفاكهة مثل البرتقال والليمون والبرغموت وكثير من المواد، أو ممكن تكون فروتي. تمام. نستخدمها، هي موجودة بقلب الهرم. هلا التوب هو عادة اللي نحن بنسميها الفولاتيل، يلي هي سرعة التطاير تبعها عالية أكثر من غيرها، فولاتيل بنطلق عليها. فبالنسبة لهذا الموضوع هي الأزهار بشكل عام أو الألديهيدات. هلا أجريكم على الكاميرا، هذا نحن بيعطونا بنقابة العطارين، هذا كتيب مكتوب عليه باللغة الفرنسية جيد des matières premières synthétiques et naturelles، يعني هو كتيب المواد الاوليه الكيميائيه السينتيك والطبيعيه بنستخدمهم. طبعا هو كله، اذا بتشوفوا بتلقوا نظره هون، هو كله مواد كيميائيه، في اكثر من 4000 ماده اوليه. تمام. وكل ماده اوليه لاي شركه تابعه، الشركات المعروفه عالميا هن جيفودان، فيرمينيتش، اي اف اف، تاغازاغو، مان، روبرتي، شربو. هدول شركات بتنتج كميات كتير كبيرة من المواد الكيميائية الداخلة بتركيب العطور العالمية. طبعا في لها احتكار، وهذا شيء من حقهم لأنه أسعارهم عالية، مختلفين كليا عن المخابر الصغيرة يلي بتتعامل بموضوع أنه تعمل كوبي عن العطر الأصلي وتبيعه للمحلات اللي أنتم بتعرفوها. فهي لمحة عن الهرم العطري ولمحة عن المواد الأولية اللي نحن نستخدمها. طبعا كل سنة الكيميائيين بيطلعوا مواد جديدة، نحن كعطارين بنعمل لها ايفالويشن، بنقيمها لحتى نشوف أنه هل ممكن تدخل مستقبلا بصناعة بتركيب العطور الجديدة لحتى تكون تندنس، يعني ما بعرف شو التندنس بتسموه باللغة العربية، لحتى يكون عم تحكيني انه دائما كل سنة عم بيكون في مواد كيميائية جديدة عم تنطرح طبعا لصناعة العطور. اليوم قد ايه بياخذ منكم هذا الموضوع جهد بدراسة هاي المواد؟ طبعا رح اجاوب على سؤالك على شقين. لحتى تطلع المادة الكيميائية الجديدة من قبل كيميائي العطار، ممكن تاخذ ريسيرش حوالي شهر لشهرين، هاي لحتى تطلع مادة جديدة بنسميها كابتيف نوت. تمام. الكابتيف نوت هي عبارة عن تطوير لحلقات عطرية كيميائية، بيطور عليها، بيزيد عليها ذرات كربون، هيدروجين، بمزجها مع جزيئات جديدة وبيشممها للعطار لحتى يوافق عليها يا ما يوافق عليها. بعدين بتيجي الخطوة الثانية يلي هي مع غرفة المحاذير والجودة، يلي هي الإفرا الخاصة بالنسبة لموضوع الحلقات العطرية، هي بتعطي الموافقة اللاحقة بعد ما تعمل تجارب على الحيوانات اذا هذا الشيء بياثر خطرا على صحه الانسان او لا. تمام. هذا الشق الاول. هذا الشق الاول. الشق الثاني هو انه نحن اذا انا عم بشتغل على تطوير عطر، مثلا هي الشركه اللي حكيت لكم عليها يلي هو القيم عنا المدير العام التنفيذي هو شاب سوري
كتير طموح، يعمل بمجال الهندسة والموسيقى، وحالياً عم يقوم بطرح ماركة جديدة. العطر الأول اللي اشتغلت له عليه أخذ تطويره 6 شهور لحتى أنا وصل للصيغة يلي الزبون بده يشمها. تمام، بيعطيني هو تلميحات، بيعطيني orientations لحتى أنا أشتغل عليها، ومن بعدها بيتم الموافقة بعد عدة لقاءات وحوارات، وبيعطيني إنه هو شو حابب يشتغل. سبق وذكرت بأحد المقابلات أنه عم يشتغل على 3 عطور مستوحاة من عالم الموسيقى والاهتزازات، من بداية الاهتزاز الأول اللي نحن بنسميه ريبل، لما تزد حجرة بالماء بيعطيك مثل سيركلز. العطر الثاني اسمه موشن، وهو التقاء موجتين، واللي حيكون عطر نسائي. العطر الثالث اسمه ديستورشن، وهو عبارة عن التخبطات الاهتزازية، وبالرغم أنه ممكن نشوفها تخبطات ولكن ممكن يولد عنا شيء حلو. وفعلا هذا العطر نال رواج كتير، وهذا اللي أنا اشتغلت عليه مدة 6 شهور. هذا العطر الثاني لحد الآن عم طور عليه، صار آخر معي سنة تقريبا، بس ماشيين على الطريق إن شاء الله. طب بالنسبة يعني كونوا حضرتكم سوريين موجودين بفرنسا، عم تكون البصمة السورية موجودة، يعني هل فينا نقول الروائح الدمشقية القديمة عم تتواجد اليوم؟ أكيد أكيد، في كتير رجال أعمال ومستثمرين يعملون بمجال العطور، حتى في عنا زملاء مهنة أكاديميين كمان عطارين يعملون في كبرى الشركات. بذكر الصديق عادل فتال يعمل حاليا في شركة رقم 1 اللي اسمها جيبودون، هي شركة سويسرية من عائلة كمان منحدرة بعالم العطور من حلب. في الأستاذ بشار نصري يلي أخذ ماركة باسمه، هي ماركة العائلة الملكية الفرنسية تبع ماري أنتوانيت، أخذ وكالتها من زمان، هو رجل أعمال ومستثمر معروف كثير بباريس. أنا بأحد الكرييشن اللي حدثتهم عنهم استخدمت شوي من الورد الدمشقي بأحد التراكيب لحتى تعطي طابع حلو للعطر اللي أنا عم أشتغل عليه. في عندي مشروع أني أتعاون مع أصدقاء موجودين بدمشق لحتى نمثل الوردة الدمشقية بالشكل الصحيح للعالم، يلي هن المستثمرة المدام رولا علي أديب يلي عندها شركة بيوشام، وفي كمان الصديق مديان البيطار يلي بيشتغل بوردة المراح، إذا سمعانين فيه كمان الوردة الشامية. تمام، نحن نأخذ منتجات معينة بسيطة من عندهم ونحاول نمثلها بشكل يكون هيك ريبريزنتابل، يعني مثل ما بيقولوا باللغه الفرنسيه ريبريزنتابل، يعني انه تكون هيك الماركتينج حلو، الديزاين حلو. تمام، هيك شيء. سعد الله، يعني بعد هذا الشرح الوافي ما يتعلق بصناعه العطور اكاديميا، اليوم هل يكفي موضوع انه الشخص يكون دارس اكاديميا، ما لازم يكون في شيء يسمى بالموهبه، او هل تكفي الموهبه بصناعه العطور دون يكون في دراسه اكاديميه، طالما الموضوع فينا نقول انه باغلب الناس هو راجع لشيء الذوق العام، يعني او ذوق الشخص فيما يتعلق بصناعه العطور؟ هلا انت بسؤالك طرحت تو اسبيكتس، يعني عم بتقلي انه هل فقط تكفي الموهبه. هلا انا يمكن كنت مفكر انه هذا الشيء قد يكون صحيح، وربطت بعدين باسبيكت ثاني عم تقول الذوق العام. هلا نحن ما فينا نعتمد بس على الموهبه، لانه اليوم الرسم مثل المسرح، مثل تمام، الكتابه، بدك تكون ملم باللغة العربية، فلازم تكون دارس لغة عربية لحتى يتمكن قلمك من كتابة شيء صحيح بلغة صحيحة، ولازم تكون قاري كتير روايات لحتى يتولد عندك إيماجينيشن معين لحتى تقدر تكتب شيء. فما فينا نقول اليوم الموهبة كافية، لا، نحن اليوم لازم نسقل العطر بأكاديميا لدراسة الكيمياء لحتى تكون متمكن كيميائيا من الجزيئات وكل وحدة شو أثرها بتركيب العطر. تمام. ولازم بعدين تسقلها بدراسة الفن والموسيقى والأدب. تمام، اليوم نحن بمهنتنا في مهندسين يعملون كعطارين، في أطباء يعملون كعطارين، في رياضيين يعملون كعطارين، لأنهم عندهم شيء ثالث غير الأكاديمية، هو نحن نسميه بالأولفاكتيف ميموري، يلي هي عبارة عن مساحة موجودة بالدماغ متطورة عن بعض العالم أكثر من عالم ثانيين.
فبتكون عاهزة الشم عندهم عالية تماما مثل وهذا الشيء ممكن يكون يعني كتير ضروري لأي صانع عطورات. قدي حاسة الشم لازم تكون قوية عنده؟ كتير لازم تكون قوية. أنا بتذكر يعني ما في حديث كانت لي والدتي أو والدي الله يرحمه أنه كنت تفوت على بيت تقلنا هذا ريحة هذا البيت تشبه ريحة البيت الفلاني. فتخيلي يعني في شيء عم يتشكل بذهنك بعقلك عم يلقط هالروائح تمام، وعقلك عم يبرمجها ويحللها بطريقه يعني يمكن الانسان العادي ما عنده اياها. يمكن مثلا استاذ سعد الله، هو قدره الروائح اليوم هي تعد يعني اكبر من الذاكره الصوريه اليوم، انك انت تشاهد مشهد معين فترجع، يمكن الرائحه لها تاثير اكبر على موضوع الذاكره. تماما، برافو عليك. الفكره اللي حضرتك طرحتها صحيحه 100%. بالنسبه لي انا كنت لما شم شيء معين دغري ذاكرتي تذكرني بشيء صاير معي، او تذكرني بلون معين، او تذكرني بشعور معين. فالذاكره الصوريه مرتبطه مع الذاكره الشميه، مرتبطه مع الذاكره اللونيه، تمام. وهي بترجع انه مساحتهم بدماغ العطار اكبر من مساحتهم بدماغ الانسان يلي شم عنده عادي نسبيا. تمام، بدنا نشكرك استاذ سعد الله، شكرا كثير على المعلومات يلي قدمت لنا اياها، ونحن جدا فخورين فيك وكل التوفيق. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يسلمك، الله يسلمكم، وبتشكركم على هاللقاء الحلو وهال الحس الإعلامي عندكم عالي، وهذا الشيء بيشرفني، وبتمنى إنه بلدنا ترجع تظهر للعالمية وترجع تظهر بوجهها الحلو بكل أطياف المجتمع بدون استثناء. وشكرا لكم مرة ثانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.